تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا في شوط اول تسيده النادي الاهلي تماما. يمكن شفنا في الشوط بس اصابه محمد الشناوي وكان انقذ انفراد من قدام زلاكا، ولكن النادي الاهلي اهدر 4 فرص محققه امام المرمى. شوط شعاره السيطره من الاهلي ولكن بدون ترجمه حقيقيه على المرمى. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار في احداث الشوط الاول. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي ونتيجه غير منطقيه طبقا لاحداث الشوط الاول. 4 فرص يا كابتن ايمن مؤكده. هل ده سببه التسرع ولا عدم انهاء الفرصه؟ دايما احنا كنا بنتكلم قبل المباريات، مباراه الكؤوس محتاجه تركيز جامد جدا في انهاء الفرص. هل غياب المنطقه كلها عن اللاعب اللي بيعرف يحرز الاهداف في الحته دي؟ لا، عشان الناس ما تقولش انا عايز راس حربه. ده انت بتوصل بمختلف اللاعبين جوه منطقه الجزاء، اذا انت مش محتاج انك تملى في ماتشات زي دي راس الحربه فقط. لا، ده محتاج رؤيه في انهاء الهجمه، محتاج تركيز في انهاء الهجمه، رسو كده. الريتم السريع قوي اللي انت عامله على نفسك ده هيعمل لك كاونتر اتاك عليك مع لعيبه سريعه وبتعرف تلعب كوره. لو طلوك في واحده غلطه، الماتش غلطه، هتبقى مشكله كبيره قوي. ف شوط اول اللاعبين عاملين فيه مجهود كمان كبير، ده فيه سرعات بتحصل. انا يمكن فاكر امام عاشور بيقول لي الماتش اللي فات كان نجم لا، ده النهارده بيجري قد الماتش اللي فات 10 مرات يعني. المفروض يبقى هادي عن كده لا لا لا، النهارده اللعيبه برده فيه لعيبه، علي معلول وهو وبيرسي تاو بيجري يعني، بس الجري اللي هو مفيش بلان بي يعني، اعدي ما بريحش نفسي عشان هاخد واحده واروح شايط مثلا. لا، انا الكره بتجري مني وانا بكمل بيها فرق، بكمل بيها جري، بكمل الرؤيه كمان في الباص الاخرانيه محتاجه حد في الحته دي. كنت كلمتك على عمرو السوليه في قبل المباراه، تحميل عمرو السوليه في المكان ده دلوقتي والفرقه اللي قدامك بدنيا لسه واقفه على رجليها، فانت بتحمله جامد جدا. فهنشوف هل هو هيقدر يغير مفهومه بالتغييرات المتاخره ولا لا، لان دي انت لازم تنهي المباراه في اول الشوط الثاني، ترجع ما توصلش لغايه يخش فيك جول في الاخر او تروح لضربات الجزاء. هي دي كل السيناريوهات دي مطروحه في المباريات دي. فاعتقد ان لازم حسين الشحات يبقى موجود من اول الشوط الثاني. كابتن اسامه، شفنا تفوق للنادي الاهلي في الشوط الاول، وتيحت فرص ولكن ما قدرناش نستغلها ونحرز اهداف منها. الشوط الثاني محتاج النادي الاهلي ايه لتحقيق الفوز؟ اولا ايمن، النص ساعه الاولانيه ما كانش فيه خطوره كبيره على سيراميكا ولا على الشناوي. يعني كره زلكة كده شالها الشناوي، الريتم كان قليل شويه، مش عارف تسيطر على وسط الملعب، رغم ان انا يمكن قلت لك انه سهل جدا النادي الاهلي النهارده ياخد نص الملعب، لان هو حاطط محمد عادل فقط اللي عنده قدرات مدافع دفاعيه. مش معنى ان انا عايز اسيطر على وسط الملعب احط لعيبه كلهم مهاجمين ولاعيبه كوره يعرفوا يسيطروا على الملعب. يعني انت حاطط قندوسي، محمد ابراهيم، وعنتر على الجناح، وزلاكا على الجناح، وياسر ريان قدام. نص الملعب فاضي خالص. عشان كده النادي الاهلي اخر ربع ساعه على الريتم جدا، ابتدت اداء لعيبه تبان اكتر يعني. من النص ساعه الاولانيه زي امام من ناحيه اليمين، زي كريم بيعمل جري كتير، بس زي ما شريف قال مفيش تركيز شويه، يعني عايزين الجوف. هدوء شويه. انت جات لك 3-4 فرص بسهوله، كان ممكن الشوط الاولاني ده يبقى خلصان 2 أو 3، كان بسهوله جدا يعني بدون معاناه. يعني كورتين لكريم، كره لبيرسي تاو، كره لطاير اللي اتلعبت له من بيرسي تاو، وانت مسيطر على اخر ربع ساعه تماما. هما بيجروا ويلهسوا وراك، لان هو نص الملعب بالنسبه لي، وانا كنت شايف ده من قبل الماتش، انه حاطط فيه مهاجمين كتير، بتكلم على فرقه سيراميكا، فمش هيعرف يسيطر على وسط الملعب. ومع ذلك في ناس في الاهلي
مش مأديه الشكل الحلو، يعني الشكل الطبيعي انه يكون فيه. يعني مثلا سوليا كتر خيره انه رجع بس مش واضح، كوكا مش واضح، بيرسيتاو مش واضح، كريم فؤاد بيجري 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 بس النهايه بتبقى متلخبطه، طاهر مش واضح، يعني برضه جهد 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 بس ما فيش تركيز وهدوء. فبشويه تركيز وجهد، شويه تركيز وهدوء تقدر تخلص الماتش ده. طبعا هيحصل تبديلات ولكن ما اعتقدش ان هي هتبقى في بدايه الشوط على صحيح. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لحد الشوط الاول؟ يعني النادي الاهلي تسيد المباراه، سيراميكا يمكن ما فيش خطوره منهم خالص الا يمكن الانفراد اللي عمله، دي لعبه فرديه راح من ورا عبد المنعم وبعدين شناوي طلع عليه كويس، ولكن احنا بيعيبنا في الحته الهجوميه ان انت بتهدر اهداف كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين التحرك بتاعك بعد ما بتتحرك وتتحرك كويس الكره بتتفنش، تيجي تفنشها تبقى بره، يعني من الحاجات اللي عدم التركيز فيها كتير كره طاهر وكره بيرسيتاو وكره كريم فؤاد وكره كريم فؤاد تاني. يعني في اكتر من اربع فرص للنادي الاهلي ونادي سيراميكا ما عندوش ولا فرصه، ولكن السيناريوهات اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى مخيفه شويه. يعني انت لازم بتقلق، لازم تخلص بسرعه ولازم تخلص هدف، ولازم علشان تشتغل بقى البلان بي بتاعك علشان تقدر تجيب الجون الثاني والجون الثالث والجون الرابع. ولكن زي ما اتفقنا ان سيراميكا من الناحيه الدفاعيه قليل، لكن من الناحيه الهجوميه ممكن يلعب على المرتده، ولكن النادي الاهلي ان اراد ان هو يفنش المباراه وبنتيجه كويسه انه لازم مع اول فرصه، لانه هتتاح له فرص كتير لانهم مش منضبطين دفاعيا. صحيح. مع اول تركيزه في اول فرصه لو احرزت هدف ممكن تعمل نتيجه طيبه باذن الله. كابتن بلال، شوط ثاني وهو شوط الحسم ان شاء الله، مستر كولر وسيناريو الشوط الثاني. الاول أربع فرص حقيقيين كان لابد استثمار فرصة فيهم تخلص على الماتش. صح. هتغير من فكر أيمن، تمام، هتخليه يلعب بفكر مختلف. النهاردة عمل مجازفة مش في محلها على الإطلاق. صحيح. تمام. النهاردة هو عنده اللعيبة بترجع تدافع، ولكنهم الإمكانيات الدفاعية اللي عندهم مش أفضل حاجة. صح. لأن أنت عندك ستة بمواصفات مهاجمين كلهم بلاي ميكرز، تمام، واثنين وينجرز ومهاجم، الستة دول ما بيدافعوش كويس، فانت كل انت منطقة نص ملعب انت مسيطر عليها بشكل كويس جدا جدا جدا، تحركاتك جيدة، صنعت اربع فرص محققين كان ممكن واحدة فيهم تتسجل هدف، وما زلنا في سيناريو مشكلة عندك قدام المرمى، مشكلة كبيرة جدا يا كابتن ايمن. يعني احنا دايما نقول ايه، انت ممكن تسجل في ماتش وماتش تاني تحتاج تسجل فيه ما تسجلش. تمام. النهاردة الشوط الاول فرصة طاهر محمد طاهر مفيش أسهل من كده فرصة، بيرسيتاو مفيش أعظم من كده فرصة، كريم مفيش أحلى من كده فرصة، تمام، كريم الثاني كرة قوية وجامدة وكل حاجة لكن كان ممكن يجيدوا التعامل معها بشكل أفضل من كده، تمام، فأنت عندك أربع فرص محققين كان لازم تسجل واحدة هدف عشان تخلص من الجيم، الجيم مازال مزعج بالنسبة لك، ليه يا كابتن أيمن؟ أنت عندك تغييرات لكن مش عندك مش ال 11 لعيب. فانت اكيد وضع طبيعي ان انت بذلت مجهود كبير جدا، كمان اتكلموا على المجهود الكبير جدا الشوط الاول، صحيح، وكابتن شريف اتكلم على المجهود اللي بذله امام، فهل امام هيكمل معاك لاخر الماتش؟ ما اعتقدش. ليه؟ مجهود رائع جدا جاي من جاي من مباراه وجاي من سفر بعد المباراه. السوليه نفس الحكايه، السوليه نفس الموضوع، ما لعبش بقاله بفتره طويله، تمام، فبالتالي انت عندك تغييرات، تمام، فلازم الشوط الثاني يبقى تحسب حته الجري شويه، لازم تبقى محسوبه كلاعب، لا كلاعب كمدير فني وكلاعب طبعا كمدير فني، لا اتكلم على الحلول من المدير الفني. انا الحلول المدير الفني حاجتين، يعني تنظيم داخل الملعب اكتر من كده، انت بتجري كميه جري رهيبه جدا. أيوة. تمام. وده صعب على اي فرقه. الحل الثاني انك انت التغييرات تبقى من بدري شويه عشان ما تتخطفش الشوط الثاني، يعني مهم جدا يا كابتن ايمن. يعني انا كمدير فني شايف ان مثلا امام من بدايه من الشوط الثاني مش هيديني 60 70% يبقى امام هيتغير، تمام، يعني هي دي الحلول المتاحه. كريم فؤاد يعني ممكن يعني لازم يتغير في، يعني انا من وجهه نظري الشخصيه يعني، تمام، لازم يتغير في الوقت. هو عمل كلام على امام، هتتكلم مثلا على محمد مجدي، انت عندك دلوقتي يا كابتن عندك حسين الشحات مكان كريم فؤاد، دي تغييره مطلوبه جدا. وفي الوقت الحالي انت مش هننتظر لحد ما تخش الجيم وبعدين تحس ان خلاص انت بدنيا وقعت، فبالتالي يبقى ممكن يكون في فتره للسيطره على فرق للسيراميك كليوباترا، فلا قدر تخطف هدف الجيم من بدري، من بدري ولا قدر توصل لركلات ترجيح ولا حاجه، او ما توصلش انك يجي في الجول.
فاهم؟ ما يوصلش انك يجي فيك جول في البدايه، فهتبقى مشكله بالنسبه لك، هتنزل تهاجم فهتفتح الخطوط بتاعتك لان انت هتضغط بشكل مكثف، هتفتح الخطوط، انت عندك مشكله في اللياقه البدنيه او في التعب في الايجاد، فبالتالي ممكن تدي فرصه اكبر لسيراميكا كليوباترا ان هم يسيطروا او يبقى لهم فرص خطر على النادي الاهلي. فبالتالي انا شايف حسين الشحات من 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 البدايه. طاهر محمد طاهر مأدي جيم مش بطال. تمام، عايز تغير الكهرباء يبقى برضه او ينتظر شويه، او ينتظر مثلا 10 دقائق ربع ساعه. مجدي قفشه من بدايه المباراه، هم دول الثلاثه اللي ممكن في البدايه عشان تدور على هدف. انت النهارده مش بتحاول انك تلعب بالانس، ايوه صح، انت بتحاول تسجل هدف، فبالتالي دي التغييرات اللي في البدايه توصلك انك تسجل هدف عشان تستريح بقيه المباراه، لان مهم جدا انك تستريح يا كابتن ريم، مهم جدا تسجل في بدايه المباراه عشان تقدر تستريح، عشان تقدر تسير الجيم زي ما انت عايز. صح. انما لو حصل العكس انت هتبقى انت يعني هيبقى عندك مشكله. لا، وكمان عندك مشكله ان انت لو وصلت لا قدر الله لركلات ترجيح، انت بتعمل ضغوط زياده على فريقك كمان. طبعا طبعا الضغوط الذهنيه دي اكتر طبعًا كتير طبعًا كمان ساعات احيانا من الضغوط البدنيه. ده وضع طبيعي. صحيح. فخلينا في البدايه يبقى مستر كولر يبقى شاء الله. من البدايه يبتدي يعمل التغييرات بتاعته عشان يبقى لينا سبق التهديف ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظروا.